كنزة شريبي رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوت. جينا بمعية الجمعيات ديال المنطقة والناس المسؤولين ديال المقاطعة والمستشارين اللي معايا باش نتفقدوا شوية الوضعية اللي كاين فيها الشارع ديال 11 يناير. حنا كنغتنموا الفرصة ديال تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير باش نشوفوا شوية الشارع كي داير ونحاولوا نصلحوه ونطفوه ونرجعوا ليه داك الزينه ديالو اللي كان عليها شحال هادي. داك اذا كيتجلى الامر في النظافه معلوم، في اخلاء المملكة العمومي، في صباغه الواجهه ديال العمارات اللي كاينين هنايا في الشارع، اصلاح الاناره، اصلاح البالوعات، اصلاح الارصفه، في انتظار ان شاء الله عمليات اخرى اللي غترجع بالمنفعه على سيدي بليوت. اليوم كنجيو تحت رئاسه الفعليه ديال رئيسه مقاطعه سيدي بليوت بالاضافه الى رؤساء المصالح من اجل الوقوف على مجموعه من الاشغال اللي غادا تبدا في شارع 11 يناير بمناسبه ذكرى 11 يناير من اجل ارجاع قيمه لهذا الشارع. هذه اول عمليه كتبدا وكتعطى الانطلاقه ديالها تحت اشراف الرئيسه من اجل تبييض الواجهات على مستوى شارع اون جونفي، وكذلك لاخلاء ديال مجموعه من النقاط السوداء ديال الازبال وتنظيم هذا الشارع. ولنا موعد يوم الثلاثاء 11 يناير في تمام الساعه 11 صباحا من اجل اعطاء الانطلاقه الفعليه لهذه الاشغال.